انزعجت السلطة وبدت منزعجة جدا مما ذكر عنها بأنها صاحبة فكرة 666 أو 884 على مستوى التشكيلة الوزارية فيما قد يأتي من تشكيلة وصيغة لها. وموضع الانزعاج الشديد أن هذه الصيغة لا يمكن أن تصدر من السلطة أو توافق عليها لأنها تنطلق من روح فئوية وطائفية وتحكم المقياس الطائفي في سياسة البلد، وفيها تأثير كبير سلبي كبير على وحدة النسيج الاجتماعي الذي يجب أن يكون متماسكاً، وإلغاء لمقياس المواطنة. وفيها تأثير سلبي كبير على النسيج الاجتماعي الذي يجب أن يكون متماسكا وإلغاء لمقياس المواطنة. تريد أن تقول الدولة بأنها بريئة من كل هذه السلبيات والسيئات. ما هو واقع التركيبة الوزارية الآن وعدد من التركيبات الوزارية السابقة؟ ما هو واقعها من حيث العدد الكلي للوزراء في كل تشكيلة وزارية منها؟ وما هي النسب في كل واحدة منها للعائلة الحاكمة وللطائفتين الكريمتين في الوطن؟ وهذه التشكيلات بهذا الواقع من صنع من وسياسة من؟ وما هو المقياس الذي اعتمده صانعوها؟ وفي أي اتجاه كان التطور لهذه التشكيلات؟ في اتجاه التخفيف أو التأكيد للمقياس الثابت الذي كان يقف وراءها. وتأتي الأسئلة السابقة كلها في شأن وكلاء الوزارات والمراكز الإدارية والمجلس النيابي ومجلس الشورى والمؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش والمستشارين وكل أجهزة الدولة ذات الأهمية المتميزة. وبعد الإجابة الصريحة الحقيقية الخالية من اللف والدوران، سيتضح أن المرفوض من الدولة هو المقياس الطائفي أو نسبة التمثيل التي تتضمنها صيغة 666 أو صيغة 884، وأن ما هو مطلوب الدولة ما هو أبشع في الصورة وفي الإطار الطائفي وحسب المقياس الطائفي بأن تكون التشكيلة من مثل 8-8-2 على أن نسبة 2 من 18 هي نصيب طائفة، على أن تكون نسبة 2 من 18 هي نصيب طائفة معينة كتب عليها في نظر السلطة قرار التهميش والإقصاء والإضعاف. الربيع تحول في النظر العام من ربيع إلى خريف ومن نسيم إلى جحيم. ويسأل ما هو ربيع شعب أو أمة، ليتعرف من الجواب ما بين الربيع في معناه الصحيح وصورته الجذابة الرائعة وبين ما عليه ما صارت إليه الأمور اليوم وما ينتظر الأمة في غدها القريب أو البعيد. وإنما يصدق ربيع شعب أو أمة بعدد من الأوصاف والمقومات، ومن ذلك ما يأتي: أمن واستقرار يسود حياة المجتمع، وعلاقات عادلة مرضية، وانسجام وتعاون في البناء الصالح للإنسان والوطن بين شعب وسلطته وأمة وحاكمها. ثانيا، نظام حكم متوافق عليه ودستور يكفل العدالة ويقوم على احترام الحق
ويحقق حاجات الحياة وطموح الإنسان وهدفه بما هو إنسان وغايته التي تتناسب مع فطرته وتكوينه المحكم الدقيق الهادف الكبير. ولا شيء من هذه الكيانات من عطاء الثورات العربية قد تحقق له نصيب من ذلك، بل جاءت النتائج في واقعها الحالي مخيبة للآمال ولهذا الواقع المؤسف أسبابه الخاصة المؤلمة، وإن كان سير الشعوب الثائرة والأمة الحية الناهضة لا يتوقف وحركتهما لا تعرف الانكسار. ولهذا الموضوع تتمة تأتي إن شاء الله. ومما لا ينبغي أن يشك فيه أن المواطنة الواقعية هي الأصل، ولا يمكن للمواطنة من القسم الثاني أن تجاريها ثباتاً وقوة، ولو جاء تفاوت في الحقوق المترتبة على هذه وتلك فلا بد أن يكون الترجيح والتميز للحقوق القائمة على المواطنة الحقيقية المتأصلة، وهذه المواطنة ثابتة في الواقع لا يلغيها الاعتبار، ومصادرتها تعسف محض. وهذا النوع القوي المتأصل والأصل في المواطنة يعامل كما في البحرين هذه الأيام على مستوى كونه ورقة رخيصة تثبت بالاعتبار وتسقط بالاعتبار، وحتى من غير ضوابط أو محددات قانونية ثابتة ولو جائرة. وتقدم المواطنة الاعتبارية وتقدم المواطنة الاعتبارية عليها وتتميز بحقوق أشد منها حسب هوى السياسة وتقديرها لمصالحها التي لا تعرف حقا ولا قيما. وفي غياب الرادع يستمر إجراء إسقاط الجنسية اليوم، ويتوسع ويهدد كل مواطن أصلي لا ترضاه السلطة. البحرين في وضعها الواقعي اليوم وفي أكبر مساحة من هذا الوضع، وبلحاظ ما يجري على الأرض فيها من أحكام قضائية وسياسية وتنفيذية وإجراءات أمنية وتشريعات، مما يجري على يد السلطات المتعددة اسما الواحدة حقيقة ومسمى، هو وضع لا ينتسب إلى خلفية من أحكام الدين ولا دستور عصري ولا قانون عادل ولا عرف عقلائي ولا مصلحة وطنية ولا احترام لحقوق الإنسان وكرامته. إنه وضع خارج العصر وخارج الحضارة وبعيد كل البعد عن ثوابت الدين وقيمه الخالدة، وضع ممعن في الرجعية والتخلف، وضع من أوضاع الغاب، وإلا فكيف يحدث كل الذي يحدث على الأرض على يد السلطات المختلفة، وكيف يستمر مسلسل إسقاط الجنسية عن المواطنين بالجملة ومن غير حساب؟